طيب نفس الكلام عبد الرحمن، يعني انت كنت متوقع المنافسه دي؟ شايف ان احنا كان هيحصل ده ولا كنت حاسس ان احنا هنكسب؟ برضو بيبقى ليك احساس كلاعب. هو احنا في الاول طبعا انت ممكن تحس ان انت عشان انت كسبان البطوله بقالك سنتين وكل حاجه، بس برضو زي ما هم قالوا قبل كده ان هم كانت في انديه عملت صفقات وفي انديه طلعت لعيبه صغيره احسن بتتطور، فكان المنافسه متوقعه السنه دي ان هي تبقى اصعب بكتير من اي سنه، واحنا كمان اتطورنا برضو ان احنا مش ثابتين على مستوانا، احنا لازم نتطور عشان نفضل نكسب، عشان تتحافظ على المكسب دي اصعب حاجه. طيب مش ان انت انت قلت تكسب كلمه حلوه، عشان نقدر نكسب لازم احافظ واطور نفسي. السنه الجايه المنافسه هتبقى اصعب. السنة الجاية طبعا المنافسة هتبقى أصعب، وهيطلع بقى 2007 كمان أصغر من اللي طلعوا، بالظبط. فأنت لازم بقى عشان تفضل برضه توفق بقى ما بين الدراسة والتمرين وكل حاجة، فلازم تفضل تتمرن وتزود تمرينك عشان تفضل تكسب على طول. بتدرس ايه يا عبد الرحمن؟ في هندسة ميكاترونكس. انا مش عارف مهندس قد الدنيا، ده حاجة ودي شغل تشرف. مهندس، وطبعا كان بيزنس كمان. كان يعني يحيى، يعني قصدي اقول ان انتوا الله اكبر يعني برضو قادرين توفقوا ازاي بالرغم ان الكومباس بامانه لعبه صعبه. ما انت بتبدا بقى تنسق مع المدربين في ان انت بقى هتغيب قد ايه وهتتمرن امتى، ومواعيد التمارين فيها بتبقى ثابته بس بيبدا طبعا يحصل اختلاف مع الكليه وكده، بس انت بتبدا تظبط، لا انا هاجي بدري شويه، همشي متاخر شويه، فبتبدا تنسق الموضوع مع المدربين والدنيا بتمشي يعني الحمد لله. مستمتع بالحياه دي ان انت ناسي كل حاجه والرياضه والمذاكره ومستمتعين بالحياه دي؟ لان انا شايف مروان بيضحك، بس انا انت مستمتع بالحياه دي؟ ما عندناش حاجه غيرها يعني، الجمباز كده. حاببها؟ لا ما اكيد عنديش حاجه طبعا، غيرها، ده ما موضوع انت تاني. ما فيش حاجه هتبقى متفوق فيها وانت مش حاببها. بس حابب انت الحياه دي اكيد وحابب ان انت تبقى سيريس طول الوقت، وطول الوقت ما عندكش ما وقت انت في وقت هتهزر فيه وفي وقت طبعا. هتلعب وفي وقت كل حاجه، بس انت لما بتعمل اللي عليك قوي في التمرين وفي الدراسه، لما تيجي تلعب هتبقى مبسوط، ولما تيجي باين تخرج عليك، هتبقى مبسوط. قلت كلمه حلوه جدا، لا لما انا تعمل اللي عليك في الدراسه والتمرين لما تيجي تخرج وتنبسط هتنبسط من قلبك. هتنبسط اكتر.